امبارح تم الحديث على عثور على جثتي أمني ووالدته في منزلهما. البحث التحقيقي في هذا الموضوع، هل هي وفاة مسترابة؟ كل التفاصيل باش نعرفوها تدشويت مع الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية القاضي فريد بن شحا. سيد القاضي صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا، شنو أحوالك؟ مرحبا بك. الحمد لله. جريم يعيشك، شرا كل عام وانت حي بخير، عامك مبروك، كل سادة المستمعين مستمعين ايضا شرا كل عام وانتم حيين بألف خير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. للأسف كل يوم نحكيو على جريمة، كل يوم نحكيو على حادثة نجم تكون بشعة في تونس اليوم للأسف، سواء كان حادث مرور، سواء كانت جريمة مسترابة او غيره. اليوم نحكيو على أمني ووالدته، تم العثور عليهم في منزلهما. شنو هي التفاصيل سيد القاضي؟ طبعا ترحموا على ارواح الهالكين ان شاء الله، ربي يرحمهم ان شاء الله العائلات نتاعهم. دونك الامر يتعلق بعون امن في العقد الخامس من عمره نتاعو، وامه مراه مسنه، تم العثور عليهم الاثنين. اكتشف ابن الهالك الاخر عنده ولد اخر جيد فقط فيهم، قاموا توفين الاثنين. معناتها هو الهالك مقيم مع امه، مقيم مع امه واخوه جاي فقط فيهم، الاثنين عندهم امراض مزمنه. دونك اكتشف انهم متوفين، تم اعلان النيابه العموميه. نظرا لما يخص في الموضوع من امور، فان النيابه العموميه اذنت بتجريح الجثتين للوقوف على الاسباب الحقيقيه للوفاه. مبدئيا ما فماش اثار عنف وفما امراض مزمنه، مبدئيا الشبهه الاجراميه مستبعده إلى حين ورود نتيجة تقرير طبي شرعي اللي باش تأكد منح الوفاة الطبيعية أو الشبهة الإجرامية لهذه الوفاة. معناتها ما فماش حتى لا أثر عنف، لا فما أداة جريمة، لا فما حتى شيء. مبدئيا إلى حين التحقيق الوفاة تبدو طبيعية. تبدو طبيعية، وهذا ما نجمو نلزمو فيه إلا بورود صدور تقرير معناتها، باش نعرفوا وين درا أن الوفاة بالحق طبيعية نتيجة المرض المزمن وسقوط الهالكة اللي خطر قبلها بنهار. طاحت وهي كبيره في السنين وعاود طاحت البارح وما فاق فيهم حتى حد. دونك يزيد العون زاد كيف عنده مرض مزمن، يبدو انهم الاثنين توفاوا وما انقذهم حتى حد، ربي يرحمهم. فهمتي زي كما قلنا، اذا كان جات نتيجه تقرير طبي شرعي اكدت خلاف ذلك ندوكم بالمعلومه. الوفاه حديثه ولا عندها ايامين سيد القاضي؟ عندها ساعات البارح. ساعات. ما عندهاش ايامات، معناتها الوفاه حديثه ايضا. هي قلت قبل بنهار ديجا هزوها للسبيطار واسعفوها. دونك الحدث وقت اكتشفت ابنهم الوفاه ما عندهم ساعات من الوفاه. ربي يرحمهم ان شاء الله، ربي يرحمهم. ونتبعوا معاك اكيد صدور التقرير الشرعي سيد القاضي ان شاء الله، اذا كان فما تفاصيل تمدنا بها ان شاء الله. شكرا لك، فضلك، يعطيك الصحة، وشكرا على التفاصيل. الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية القاضي فريد بن شحايا، لما وصل معكم لقاءنا 10:33.